طيب يا شيخ، في حديث بسألك عن صحته، من أكل لقمة حرام فلا تقبل له صلاة 40 يوم. ما هو بصحيح، هذا ليس بصحيح، لكن لا شك أن أكل الحرام له تأثير في رد الدعاء وعدم قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك. ومعنى أنى يستجاب أي كيف يستجاب، والاستفهامون للاستبعاد، يعني يبعد جدا أن يستجيب الله لهم.